أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع. مجرمون فخرج على قومه من في زينته قال يا قرون إنه لذو حظ عظيم وقال اله ومن يؤمن صالحا ولا يلح فخسفنا به وبداه الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله و كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا فلا يجزى الذي عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان آه إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا فلا تكونن ظهيرا كافرين ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت إليك وادعو إلى ربك ولا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو معه آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء هائل مالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أيتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يوم جود لقاء الله فإن أجل الله لآت. وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وهو السميع العليم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لات وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين ان الله لغني عن العالمين صدق الله العلي العظيم